احد الاسئله من احد متابعينا عن انه حطت المستكه بقلب الفرن مع الدجاج فعطى طعمه مراره، ويمكن هذا السؤال حبيت احكي عنه اكثر، انه المراره بتجي من البهارات الزايده او من بعض المكونات اللي اذا ارتفعت حرارتها كثير كلجت خلص تقتقت، اذا ارتفعت الحراره كثير بتصير مره بتقلب معنا على مراره، والمستكه هي احد هي المكونات. المستكه بتنحط بمي الغلي او مثل ما بنقول دائما بناخذ قطعه كثير صغيره يعني حبتين من المستكه وبنطحنها لتصير مثل الملح وبنضيفها على السلق، بس ما بصير تتحط بالفرن لانه بالفرن اكيد بتعطي مراره، ففينا نستعملها بالحلى مثل ما بنكون عم نطبخ رز بحليب، او فينا نستعملها مثل ما عملنا بالسليق من كم يوم استعملناها بمرقه سرق الدجاج.